الأمة غير الرشيدة حكمها حكم المتخلف عقليا، حيث إنه لا يتمكن أن يعمل لمصلحة نفسه، فكيف يتمكن من مراعاة مصلحة غيره؟ من سنن الله في هذا الكون أنه لا تتقدم أمة إلا بسبب، ولا تتأخر أمة إلا بسبب أيضا. الغزو الثقافي والفكري هو أسرع نفوذا وأمض ألما في الشعوب من الغزو العسكري والسياسي.